دي البانل بتاعتي زي ما انا شايف، فيها دي سي سورس، وعندي كاباستور بتوصل الكاباستور ده بريزيستور عن طريق سلات موجودة في البانل من تحت، وعندي سويتش ليه كذا طرف، واحد ده اللي هي دايرة الشحن، وتلاتة دايرة تفريغ الشحن. بعمل سويتش ما بينهم عن طريق الزرار ده، وده الأميتر موجود على المايكرو أمبير. الكباستور هو المشترك في التو سيركتس، فأنا هبتدي بيه أوصل الكباستور بالدي سي سورس علشان أعمل دايرة الشحن توالي زي ما أنا شايف، من دي سي سورس لسويتش 1 بعدين من 2 لسي دي زي ما انا شايف توالي. دي السيركت بتاعة الشحن، عشان اشغلها بدوس على السويتشين. الكباستور ده هبدا اوصله زي ما احنا شايفين، متوصل هو بالريزيستور علشان اعمل دايرة تفريغ الشحن. هاخد من الريزيستور هروح للاميتر، بعد كده هطلع من الاميتر اخش على الفرع الثالث السويتش رقم 3. دلوقتي التوصيلة بتاعتي جاهزة، هجيب ستوب ووتش علشان اقيس الوقت بتاعي، وابدأ ادوس على السويتش واشغل الستوب ووتش، وابدأ اتابع قيمة التايم مع الكرنت. بعد 30 ثانية اشوف الكرنت قد ايه وانتظر 30 ثانية كمان، لما يكون التايم 1 مينت اشوف الكرنت قد ايه، وهكذا. بعد دقيقة ونص شوف الكرنت، ملاحظ طبعا ان الكرنت كان بيقل، وكان بيقل في الاول بسرعة عشان عدد الشحنات اكبر، بعد كده بدأ يقل ببطء وهكذا.